مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا رغد وهاي قناتنا قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة عن حقيقة أغنية بيسان إسماعيل اللي بعده، وهل هي موجهة لأنس الشايب ولا لا. وعشان تعرفوا حقيقة الموضوع بالكامل احضروا الفيديو معي للنهاية، ويلا خلونا نبلش. كنا بنعرف انه بيسان اسماعيل بتتمتع بصوتها المميز، صح؟ في كتير من المتابعين ما بيحبوا محتوى بيسان، لكن الاغلب اجمع انه بيسان اسماعيل بتتميز بصوتها الجميل، وقبل ما يقارب اكتر من 18 ساعة بيسان اسماعيل بتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بالاغنية اللي طرحتها جديد باسم اللي بعده على قناتها ميوزيك بيسان اسماعيل، واللي نالت اكتر من 300 الف مشاهدة بساعة قليلة جدا. من اسم الأغنية صار في عدد من التحليلات اللي بتحكي انه هالأغنية بيسان اسماعيل بتقصد فيها أنس الشايب، لانه من معنى الأغنية قالوا انه بيسان اسماعيل ما رح تتوقف لعند أنس وبس، بل رح تكمل ورح يجي اللي بعد أنس، وانه هالحياة فرص وهي بتتعلم منها الفرص، وانه الحياة دروس ومن المهم انه الواحد يتعلم منها. والواضح ايضا انه بيسان ما وجهت هالاغنية لأنس الشايب فقط، لانه هالاغنية بتحكي عن الاصدقاء ايضا، وانه لازم تنقي اصدقائك، لانه في اشخاص وقت حزنهم انت بتواسيهم بس وقت حزنك ما بيواسوك. وهالمقطع المتابعين اعتقدوا انه بتوجهه لاصدقائها اللي هي كانت جيدة معهم، والمتابعين حكوا من ضمن هالاصدقاء غيث مروان لانه ما عزمها على فرحه. واكيد كلنا بنعرف المشاكل اللي بين انس وبيسان اسماعيل والدراما اللي بتصير بالخفا، امشان هيك اغلب المتابعين اعتقدوا انه هالاغنية موجهة لانس الشايب، لانه العلاقة اللي كانت بين بيسان وانس كانت جدا قوية واغلب المتابعين اتعودوا عليهم، لكن الواضح انه المشكلة اللي دارت بينهم كانت اقوى منها. وما زالت الدراما مستمرة بين انس الشايب وبيسان اسماعيل، فبتتوقعوا انه فعلا هالاغنية تكون موجهة من بيسان لانس بعد ما تصدرت الترند الاول على مواقع التواصل، واعتبروا انه هاي الاغنية هي من الاغاني الناجحة فعليا لبيسان اسماعيل. فهل يا ترى فعليا هالاغنية موجهة لانس الشايب؟ احكوا لي انتو شو رأيكم بالتعليقات. هيك بكون عرفتكم على حقيقة الأغنية اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي واللي نزلتها بيسان باسم اللي بعده. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذه اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله على قناتنا، وشكرا لمشاهدتكم.